عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك نشترك في القناة. قبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن الخبر المنتشر على كل السوشيال ميديا، كل وسائل التواصل الاجتماعي، وهو خبر انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل. وايه حقيقة الموضوع ده؟ الحقيقة انه بسمة بوسيل عملت الاول الغاء متابعة لتامر حسني، وبعديها بشوية لما الناس قالت انفصلوا ولا ايه ومسحت كل الصور رجعت المتابعة. ولكن في مصادر مقربة، وده على حسب مصدر موقع القاهرة 24، وهو برضو مصدر مش قليل، قال ان في مصادر قريبة من تامر حسني جدا قالت ان فعلا الانفصال تم بالفعل ما بين بسمة بوسيل وتامر حسني بكل هدوء، وكل واحد فيهم عايش في مكان، وان بسمة اخدت اولادها معاها ومشيت، وان بسمة كمان بعد ما نزلت بوست بدقيقة واحد راحت مسحاه. ولكن الناس طبعا عن الخيانة، واني انا بتحمل وبسكت عن الخيانة، ولكن كله الا الاهل. في ناس قالت فعلا هل بالفعل هي انفصلت بالفعل عن تامر حسني، ولا دي مجرد يعني دعاية لان هي هتنزل خط منتج او منتج جديد خاص بيها، فدي دعاية هي بتعملها زي ما عملوا المرة اللي فاتت في شريط تامر حسني الجديد ولا ايه. ولكن في مصادر زي ما قلنا مقربة من تامر حسني يعني صرحت لي موقع القاهرة 24 بالموضوع ده، وما اعتقدش ان هما يعني هيطلعوا اخبار كده، وبردك الله اعلم. وطبعا ناس بقى اخرى قالت والله ده كل دي من دعوات جليلة، لان جليلة المغربية صديقة بسمة وكانت بتحب تامر حسني الاول من زمان خالص، فقالوا ان هي دي بقى راحت هي حاليا في عمرة، فهي دي بقى اللي دعت عليهم، وعلشان بسمة ظلبتها فربنا استجاب لها. وطبعا كل دي اقاويل الناس، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، ربنا يوفق الجميع يا رب. وفي اراء اخرى خالص يعني ولكن مش كتيرة، قالت انه في هاكر اتعمل على حساب بسمة بوسيل، والناس قالت طبعا ده غير منطقي لان هي بتشير فيديوهاتها وفيديوهات عيالها على الحساب، واذا كان في هاكر كمان يعني ازاي البوست ده اتحط وتشال بعد كده. ودي كلها كانت اراء الناس الموجودة على كل مواقع التواصل الاجتماعي. ربنا يهدي احوالنا يا رب جميعا ويهدلنا بيوتنا، اللهم امين. واشوف حضراتكم على الف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.